يسرني ويسعدني أن أعلن باسم بلدية حوش موسى عنجر ولجنة مهرجانات عنجر الدولية إعادة إحياء المهرجانات هذا العام بثلاث حفلات في 6، 7، و8 أيلول بمشاركة نخبة من الفنانين لتعود مهرجانات عنجر إلى موقعها الطبيعي. نتمنى أنه تتنمى هالمهرجانات، ونتمنى أنه كمان هالمهرجان يصير مهرجان لبناني طبعاً وبنكهة أرمنية، يصير مهرجان سنوي، ويصير مهرجان يستقطب كمان من كل المنطقة، من كل المنطقة ومن كل العالم. ووزارة السياحة كمان إلى يعني رح تعطي كل إمكانياتها، تحط كل إمكانياتها لإنجاح المهرجان. وطبعاً مثل ما قلنا مسك الختام هو مهرجان عنجر، ونحن مصرين إنه الحياة الفنية والحياة الثقافية إنها تبقى مستمرة بلبنان. بصفتي المدير العام تبع مهرجانات عنجر الدولية لسنة 2013 بطلب من كل الناس يلي بيحبوا يشاركوا بهذه المهرجانات، عنا 6، 7، و8 أيلول كل الفنانين اللي مشاركين موزع على البروشيرات تبعهم بكل التلفزيونات وبكل الإذاعات. فهيدا المهرجان هو تأكيد على أنه الشعب اللبناني هو شعب حي بيواكب كل التطورات، بيواكب كل الأحداث بنفسية متيقظة متوثبة ومواجهة، ومنواجه بالفرح ليش نواجه بالقلق والحزن. ولكن أنا اليوم بحب أعمل إضاءة صغيرة على الموقع المهم، الموقع اللي حيتم فيه المهرجانات عنجر، لأنه يمكن مش كل الرأي العام واعي لأهمية هذا الموقع. والمواقع المهمة الأثرية في لبنان من المفيد جدا أنه نعمل فيها نشاطات ثقافية وفنية حتى تصير بمتناول أو بيرتدوها أكبر قدر ممكن من الناس ومن اللبنانيين. وإنني أشكر كافة قادة الأجهزة الأمنية للأجواء التي تم تأمينها لإحياء هذا المهرجان، ولابد أن أوجه الشكر الأكبر لمكتب الدراسات والأبحاث والتوثيق ممثلة بشخص مديرها السيد فهد الطباع الذي لولا جهوده لما تحقق هذا المهرجان. بطل السلم وبطل الحرب، همزة وصل الشرق الغرب، بطل تحب وتنحب فهد الطباع. أنا بدي أتشكر، ما خلصت، بس في شخص صديق عزيز على قلبي مثل ما قال لي قبل المهرجان وصاروا أكثر، بدي أتشكرك من كل قلبي. Thank you.